نروح نتعرف على رأي مهم جدا مع أبو الأشبال بقى، كابتن إمام محمدين مدير قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري. مساء الفل يا كابتن إمام. كابتن أسامة، إزاي صحتك حبيبي؟ إزاي حضرتك؟ طمنا عليك، وحشني كتير. والبرنامجك الجميل والكل مستمعي قناة نادي الأهلي حبيبي. بنتكلم عن قضية مهمة يا كابتن إمام، لكن قبل ما أروح لها كان في اجتماع مهم في اتحاد الكرة مع جميع رؤساء قطاعات الناشئين في مصر، يعني ابرز ما دار في الاجتماع ايه يا كابتن امام؟ والله يا كابتن اسامه، هو احنا بادرنا الاستاذ احمد مجاهد رئيس اللجنه المؤقته بنيه مباشره كده بدري، ان هو في الغاء للمسابقات، في نيه للغاء للمسابقات الاولى. لا تاني الحته دي يا كابتن امام، بدري كانت الكلمه بدري. قعدنا نناقش مستقبل الكوره، انا طلبت عايزين نعرف دايما متابعتنا بتستمر لغايه انهي مرحله، يعني مثلا جيل 2001 هيلعب لغايه 2022 2023 ولا هينتهي في 2021؟ عشان احنا عندنا القضيه مختلفه شويه يا كابتن اسامه. انا هناقش حضرتك في حاجتين مهمين قوي. اتحاد الكره عنده مشكله كبيره قوي ما بيراعيش مصالح الانديه اللي بتربي ناشئين وبتصرف ملايين الملايين. تمام. بمعنى لو انا عندي منتخب بيلعب في منتخب مصر فشل في الاتحاد فهو بيلغي مسابقاته. هو ما بيهموش الجيل ده بقى خلاص. طالما انت فشلتني على مستوى المنتخب انا هفشلك على مستوى النادي وعلى مستوى الاستثمارات وعلى مستوى كافه الامور. والدلائل موجوده عندنا من ايام جيل 93 94. بمعنى انه ممكن يمدي لك مسابقه ل 21 سنه عشان انت منجح له شغله، وممكن يلغيك لو انت فشلت. يعني النهارده قرارات، يعني عايز اقف عند النقطه دي مهمه جدا يا كابتن امام، يعني التفكير كله النهارده في مسابقه 2003 و2006 اللي لها منتخبات، اما الفرق الثانيه خلاص مش في الحسبان، مش مهم الانديه. بالظبط كده يا اسامه، بالظبط. والكلام ده مش جديد، ده بيتعمل من 2013. هدي لحضرتك مثال بسيط. احنا عندنا جيل 99 دلوقتي بيلعب لغايه 21 سنه. ايه هو المبرر القانوني؟ مش معروف. ايه المبرر الفني؟ مش معروف. انه بيراعي مصالح الانديه اللي هي شريك معاه في صناعه منتج المنتخب الوطني سواء ناشئين او شباب او اولمبي. المفروض ان احنا في منظومه واحده متكامله. مظبوط. انا راعي النادي الاهلي والزمالك وانبي والمولين وكافه انديه مصر لان هم المكون الرئيسي لمنتخباتي. طبعا. طب انا جيل 2001 ذنبه ايه ان الكورونا ضربت عصفت بامال المنتخب دوت فيلغي له مسابقه؟ كان النيه ان احنا نلغي مسابقه 2001 مجرد ما تنتهي المسابقه التمهيديه الاولى اللي هي الدور الاول ده. فبالتالي انا في الاجتماع قلت له يا كابتن ما ذنب الانديه وما ذنب اللاعبين والاجهزه الفنيه؟ نفس القضيه اللي ناقشتها قبل ما تدخلني على هوا يا كابتن اسامه. مظبوط. النهارده النادي الاهلي صرف موسم عشان هو النادي الاهلي. يعني كابتن محمود الخطيب ممثلة للكرة المصرية والنادي الأهلي بقيمته، أنا ما بجاملكش في الكرة لكن ده هو ده النادي الأهلي، فاستمر يصرف سنة كاملة رواتب من غير إنجاز، من غير نتائج، من غير ترتيب، من غير مسابقات، بيطلع بطل عايز يمثله يلعب باسم أفريقيا ويلعب باسم النادي الأهلي في بطولاته المحلية، ومن ثم بيخدم المنتخب الوطني سواء ناشئين أو شباب أو أولمبي. لا وأنا السنة دي كمان يا كابتن إمام في النادي الأهلي، يعني النهاردة في ميزانية كبيرة مكلف السنة دي، بجيب مدير فني أجنبي، بجيب مدربين على أعلى مساوي، بصرف علشان أشوف النتاج ده. مش مهم المسابقة على قد إن أنا أشوف لعيب في الفريق الأول. فالنهاردة بمنتهى السهولة لا خلاص إلغاء المسابقات، قرار يعني هي دي النقطة يا كابتن أسامة اللي لازم تتناقش على المستوى العام لمصر. لازم نبقى شركاء في العمل، انا نجح الانديه ازاي وانجح نفسي ازاي. اتحاد الكوره انديته اللي هي الاهلي والزمالك وانبي ومقاولين واسماعيلي وكافه انديه مصر العريقه دي هي المكون الرئيسي لمنتخبات مصر. هو المنتخب بيجيب لعيبته منين؟ من الانديه. لازم انا اساعد الانديه اللي بتنتج. هو يعرف ميزانيه النادي الاهلي كام في الناشئين؟ صرف كام مليون؟ صرف كام مليار عشان نبقى ممثلين في المنتخب انا وانبي والاتحاد وهكذا؟ فلازم نراعي مصالح بعض. طب على المستوى العام يا كابتن اسامه، ما ذنب الاداريين والممثلين ومعظم انديه مصر؟ مجرد ما هتوقف النشاط هيقلص الرواتب الشهريه. هي دي بقى النقطه الاهم يا كابتن امام. النهارده اتكلمنا عن اللاعبين 11 يا اسامه، الناس اللي فاتحه بيوتها دي واحد.
حد يقول كده؟ القيد يبتدي 11 انهي المسابقه في واحد؟ يعني احنا لعبنا 11 و12 وواحد خلص الدوري. ثلاث شهور في السنه عشان اقعد 9 شهور مجمد؟ ده انت عشان تهد فورمه رياضيه بتاخد اسبوع اجازه يا اسامه عشان ترجع تبني فورمه رياضيه. تمام. 9 شهور ده انت بتصيح باجيال كبيره جدا. ده تخبط واضح في المنتج. انت لا عندك مسحه ولا عندك متابعه للكورونا عشان تقول طب ما انا ما بعملش حاجه في الناشئين. النادي الاهلي والنادي الزمالك والنادي فلان والنادي فلان هو اللي بيعمل كافه الاجراءات الاحترازيه للاعيبته الناشئين دي. طب انت بتعمل المسحات عشان ده دوري استثماري فريق اول. ذنب الناشئين ايه ان الموسم بتاعهم يتقلص يبقى 3 شهور. والنهارده احنا في يناير يا كابتن امام، احنا في يناير النهارده المسابقات تقف عشان ابتدي الموسم الجديد شهر 10، يعني هتوقف 10 شهور. في لعيب يبتعد عن الملاعب والمنافسات الرسميه 10 شهور او 11 شهر وبنعمل اجيال للانديه واجيال منتخبات مصر. لا انا قعدت مع الكابتن ايمن عبد العزيز والكابتن رضوان وكل ممثلي مديري القطاعات، يمكن النادي الاهلي والانتاج وانبي بس اللي ما جوش، وكنا بنتكلم بلسان حال الكل. ما هوش انا نادي الاهلي يبقى ممثل، ما انا بمثل برضه الاهلي، ما هو نادي عريق في البلد ما يضرنيش في حاجه، لكن انا بتكلم باسم الجماعه دايما. يا احمد بيه، حتى انا اللي طلبت ان الموسم يمتد، طب اعمل لنا دور واحد. ده الدوري كان هيتلغي كمان اسبوع. ده انا اللي طلبت، عشان كده هيستمر لغايه حاجه و20 2. يعني فاهمني يا كابتن؟ طب المسابقات اللي هي منطقه المحليه بتاعت البراعم ما لعبوش 5 مباريات. ما لعبوش 5 مباريات، ولو عايز تعمل اجراءات احترازيه فيها في لو عايز تعمل اجراءات احترازيه فيها ممكن ولي امر واحد يحضر مع الولد وتنظم والدنيا تشتغل في الوقت اللي مصر بتنظم كاس العالم لليد وبصوره مشرفه وبتبهر العالم كله. احنا هنا عايزين نلغي مسابقات الناشئين والبراعم. منتهى التخبط يا كابتن اسامه، من غير تجريح مفيش منظومه، احنا بنشتغل تحت حكم اراوش. مع احترامي للدكتور محمود سعد اللي هو جاب مسؤول الانديه اللي هي في المطبخ تفند وتشتغل وتقول له سلبيات وايجابيات من كل مرحله، احنا بنحسبها عداء للاهلي فنعاديه، عداء للزمالك نعاديه. القصه مش عداء مع الانديه، هي مصالح مشتركه لاحياء الكره المصريه. احنا بقينا في القرن 21، مش ممكن العقليات اللي بتدير دي تفضل بالعقليه دي طول عمرها. وده للاسف يعني حالنا، حال التخطيط. الناس بتخطط ل 10 سنين و20 سنه قدام، وزي ما انت قلت يا كابتن امام للاسف ما فيش تخطيط. كابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري، شكرا جزيلا لحضرتك، كانت مداخله مهمه جدا من يعني خبير في قطاع الناشئين الكابتن امام محمدين، وليه باع كبير وتاريخ كبير ودايما اراءه مهمه جدا. عشان تاخد اراء مسؤولين لازم ترجع للناس اللي في المطبخ، الناس اللي في المطبخ ده في المطبخ دايما. كابتن امام محمدين ما شاء الله طلع اجيال كتيره لمنتخبات مصر، ناشئين وشباب واولمبي منتخب اول، كل الاجيال هتلاقي لعيب فيه بصمه من امام محمدين.